أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نناقش فيها خيارات الشرعية السياسية والعسكرية في ضوء ما جرى في الجوف. شددت قيادة الجيش على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لمواجهة ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب. جاء ذلك في اجتماع عقده وزير الدفاع ضم رئيس هيئة الأركان الفريق صغير عزيز ومحافظي محافظات مأرب الجوف صنعاء. وأكد الاجتماع الذي حضره قائد قوات التحالف بمأرب على ضرورة تحميل الجميع مسؤولياتهم في هذه المرحلة وعدم التهاون مع أي تقصير أو تخاذل، كما شدد على التعامل بحزم مع أي محاولات للإخلاء بالسكينة العامة وردع العناصر التخريبية. في الأثناء تبقى الحاجة قائمة لاستعادة ثقة الشارع في قدرة الشرعية على استعادة زمام الهجوم ومغادرة مربع الدفاع والانحسار. وفي إطار الحديث عن الاستعداد والتجهيز لجولة جديدة من معارك الكر والفر، يبقى السؤال الأكبر المتعلق بحجم الإصلاحات الحقيقية لقيادات الشرعية أو الصلاحيات الحقيقية لقيادات الشرعية سياسيا وعسكريا في ظل الازدواج الملحوظ للقيادات الميدانية بين التبعية لمكتب قائد قوات التحالف الفريق فهد بن تركي والتبعية لوزارة دفاع الشرعية. نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد هذا التقرير. ما الذي حدث في الجوف وكيف حدث وكيف تحول الجيش الوطني إلى مربع الحماية والدفاع؟ هذه التساؤلات وغيرها لا تزال بانتظار إجابات مقنعة. حتى أولئك الذين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مستغربون مما حدث ويحدث بعد أن كان أي تقدم للجيش الوطني حتى ولو أمتار يزيد من منسوب تفاؤلهم بقرب لحظة الانعتاق والحرية. اليوم وبينما تلتئم قيادات جبهات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء في عاصمة الإقليم لبحث الخطط والخيارات، يتساءل الشارع عن خيارات ما بعد حزم الجوف. ما الذي يفترض أن يتم لتغيير المعادلة عمليا في الميدان لترميم ما حدث من تصدعات معنوية في جدار الثقة الشعبية بالجيش كقيادة وليس أفراد؟ إعلاميا يتحدث التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني بثقة عما يسميه إعادة ترتيب الصفوف والاستعداد لجولة أقوى وأوسع من شأنها إعادة الأمور إلى ما بعد نهم، فيما يتحدث إعلام الحوثي عن تعزيزات مكثفة إلى جبهة البيضاء والاستعداد لاستكمال الجوف ومن ثم تطويق مأرب. وبين الطرفين ينتظر الشعب تحركا عمليا يعيد الثقة في الشرعية ويبدد مخاوف الناس في المحافظات الملتهبة لا سيما المحيطة بمأرب. لكن السؤال الكبير يبقى معلقا بحقيقة مصدر القرار الفعلي المخول بتحريك الجيش وما سقف الصلاحيات المتاحة لقيادة الشرعية ووزارة الدفاع في ضوء ازدواجية القرار داخل مؤسسة الجيش، لا سيما وأن العمليات المشتركة التي يرأسها رئيس هيئة الأركان إضافة لمحور الجوف لا تتبع مباشرة وزارة الدفاع بقدر تبعيتها لمكتب قائد قوات التحالف الأمير الفريق فهد بن تركي المخول بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب توكيل خطي من الرئيس هادي. إذن ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من سيئون الخبير العسكري اللواء محسن خصروف. سيد محسن مرحبا بك معنا. أهلا بكم، مرحبا. ما هي الأسباب الحقيقية لو بدأنا بهذا السؤال لتحول الجيش من مربع الهجوم إلى الدفاع وقبل ذلك تجميد تحركاته؟ هو بالتأكيد حصلت ملابسات يعني وأخطاء وسوء إدارة أدت إلى ما حصل يعني، وحصل ازدواج. سيد خسروف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد خسروف الخبير العسكري اللواء محسن خصروف. طبعا مشاهدين الكرام نحن نناقش اليوم هذا الموضوع عن خيارات الشرعية السياسية والعسكرية في ضوء ما جرى في الجوف، وهناك أيضا شددت قيادة الجيش على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لمواجهة ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب. طبعا أيضا هناك اجتماع عقده وزير الدفاع ضم رئيس هيئة الأركان الفريق صغير عزيز
ومحافظي محافظات مأرب والجوف وصنعاء، وأكد الاجتماع مشاهدينا الذي حضره قائد قوات التحالف في مأرب على ضرورة تحميل الجميع مسؤولياتهم في هذه المرحلة وعدم التهاون مع أي تقصير أو تخاذل. إذن نعود إلى السيد محسن خسروف اللواء. محسن خسروف، مرحبا بك معنا مرة أخرى. هو بدأ واضحا يعني مسألة تحمل الجميع المسؤوليات بدأ واضح في اللقاء الأخير، نعم، الذي رأسه وزير الدفاع وحضر رئيس الأركان وقائد قوة التحالف، وكان المسؤولية واضح يعني أن رئيس الأركان الآن عفوا أن وزير الدفاع الآن هو الرأس القيادي في هذه العملية، وهناك أيضا مسؤول عسكري بقيادة العمليات هو اللواء الركن أمين الوائلي وهو قائد عسكري متميز ومعروف. لا نعيب على القيادات العسكرية في الجيش الوطني كفاءتها وقدراتها، رئيس الأركان أو الوزير أو غيره، لكن كنا نشكو أو نتحدث عن عدم وجود وحدة القرار أو غياب وحدة القرار أو تعدد المسؤولية في الرأس القيادي. الاجتماع الأخير بدأ واضح جدا من وزير الدفاع والمحافظ، لكن سيد محسن أنت ذكرت الوائلي وهو رئيس الأركان أن المسؤولية واحدة، نعم، والمسؤول الأول في هذه العملية هو رئيس هو قائد ورئيس اسمه عفوا وزير الدفاع، وتبدو المسألة تمشي في الاتجاه الصحيح الآن، والتفاؤل قوي وواضح والجوف تبعد عما قريب إن شاء الله. نعم، بالنسبة لي ذكرت القائد الوائلي وهو كان مسؤول عن جبهة الجوف سابقا وحقق انتصارات معروفة، لماذا تم نقله برأيك؟ والله هذا السؤال يسأل فيه القيادة، القيادة الدولة القائد الأعلى ورئيس الجمهورية، ليس لدي المعلومات لماذا أقيل أو لماذا تغير يعني، لكن أنا يعني واحد من قادة الجيش الوطني أشهد له بالتميز، وأشهد أن هذا القرار الأخير بإعادة تحميله مسؤولية استعادة الجوف قرار صائب وفي محله، وأن الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة وزير الدفاع وحضور محافظ مأرب ومحافظ الجوف وأمين الوائلي ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد الاتحاد العربي كان أيضا اجتماعا صحيا وسليما ويمشي في الاتجاه الصحيح، لأنه في هذه الحالة هل إعادة الوائلي سيد محسن يجعلنا نثق أن التحالف جاد في الانتصار في هذه المعركة؟ هو ينبغي أن يعرف الجميع وعلى رأسهم التحالف أن أي هزيمة في الجو أو في مأرب أو في غيره هي هزيمة للتحالف العربي، وأن الخاسر الأول يعني والأكثر خسارة هو التحالف العربي والمحيط والأمن القومي العربي بشكل عام. لذلك أنا أتصور أن ما حدث في الجو قد تم استيعابه، وأن الخطأ الذي حدث بسحب قوات التحالف من قبل الهجوم الحوثي بيومين كان خطأ، وأن سحب بعض الوحدات العسكرية بأسلحتها ومعدات الثقيلة من الجوف قبل تحرك الطابور الخامس من الجوف كان خاطئا، وأن ما يجري الآن هو استعادة والعودة إلى الطريق الصحيح يعني. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد اللواء محسن خسروف. ينضم إلينا أيضا من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، مرحبا بك معنا. أسعد الله مساءك وتحية لك ولضيفك الكريم محسن قصروف، نعم، الذي نكون له كل تقدير واحترام. نعم، ما الذي ينبغي فعله لتغيير خارطة الأحداث ونقل المعركة الآن إلى ما بعد حزم الجوف ونهم برأيك؟ اولا انا استغرب من القرارات التي اتخذها المجلس الدفاعي اليوم عندما يقول رفع الجاهزيه القتاليه. هذا الكلام رفع الجاهزيه القتاليه يحدث في البلاد التي لا تشهد حرب، يعني كان الجيش اول غير جاهز للحرب. هذا اولا من باب الاستغراب ليس الا كملاحظه. اولا امام الجيش الوطني والقياده في مأرب خيارين، اما خيار الدفاع او خيار الهجوم. خيار الدفاع له مستلزمات وضرورات يعني، وخيار الهجوم له ايضا يعني متطلباته. اولا خيار الهجوم اضافه الى خيار سياسي عفوا وهو الغاء اتفاق ستوكهولم بحجه ان الحوثي اسقط محافظه، وكان ينبغي ان الحكومه قبل سقوط الجوف يعني تلغي اتفاق ستوكهولم من باب على الاقل احداث الخلل في صفوف الحوثي، هذا على اقل تقدير.
المتطلبات السياسية العسكرية الهجومية يجب أن يتوفر الأفراد الكافيين لعملية الهجوم العسكرية واستمرار الزخم الهجومي. أعتقد أن الجيش يعاني من هذا الخلل، الجيش الوطني يعاني من هذا الخلل، فبعض الألوية والوحدات القتالية لا يتوفر 5% من المقاتلين الفعليين. قضية التسليح وما تسليح عادة التي أصحابنا يعني يقولوا أنه ما حصلوش عليها، الحوثي هاجم الجوف بأسلحة شخصية وبأسلحة متوسطة وهذا متوفرة لدينا. بالنسبة إذا كان هناك هجوم مضاد ومعاكس من قبل الجيش الوطني سيد عبد العزيز، أنت أشرت إلى هناك معوقات كثيرة تعيق الجيش، برأيك ما الذي يعيق أي تحرك للجيش لتصحيح هذه الأخطاء بشكل جدي وفعلي؟ أولا إلغاء يعني الفتح باب التجنيد للجنود الحقيقيين وإلغاء الكشوف الوهمية الذي أو الأسماء الوهمية الذي يصلوا إلى 85%، وهذا أول جيش في العالم في هذا النسبة. هذا أولا، يعني من يقاتل يتم ضمه إلى الجيش الوطني، لأن احنا بنعاني من قلة الأفراد، حقيقة من قلة الأفراد. نعم هناك 100,000 في الكشوفات، لكن لا يصلوا الآن إلى 15 إلى 20 مقاتل عمليا. هذا نعم. أولا سأنقل هذه التساؤلات سيد عبد العزيز الهداشي إلى الخبير العسكري اللواء محسن خزروف. سيد محسن، تحدث الهداشي عن يجب فتح باب التجنيد وأيضا إلغاء الأسماء الوهمية، فهي ستكون حل كبير لتصحيح مسار الجيش في معاركه أمام الحوثي. أستاذ عبد العزيز الهداشي من المحمومين جدا بالشأن الوطني، هو متابع للشأن العسكري على وجه الخصوص، وما قاله الصحيح بنسبة عالية جدا جدا كصحيح وضع القوى البشرية في الجيش الوطني اليمني، أمر مطلوب وعاجل وضرورة ملحة، ما في شك في هذا يعني. وطبعا اندهاشات يعني فيما يتعلق برفع الجهاز القتالي هي ايضا اندهاشات الوطني المحموم بالشان العسكري. هل هذه الاجراءات تكفي فعلا سيد محسن لترميم المعنويات ويعني واستعاده زمام المبادره للجيش؟ الاهتمام بالشان المعنوي يبدا بالاهتمام بدائره التوجيه المعنوي وتوفير الامكانيات الماديه اللازمه لها من الامكانيات البشريه والقدرات موجودة. وأنا أتصور الآن يعني أن قيادة وزارة الدفاع تعيد النظر في كثير من الأمور، وأن رئيس الجمهورية قائدا على القوات المسلحة ونائبه سيعيدون النظر في كثير من الأمور وفي التركيبة القيادية. لابد من إعادة النظر في كثير من الأسماء الموجودة في هيكلية قيادة الجيش الوطني، سواء في وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان أو هيئات الأركان. هذا أمر لازم، ولابد أيضا أن تؤدي هيئة الاستخبارات ودوائرها الدور المنوط بها لكي تسير خطط الجيش الوطني واستراتيجيته في الطريق الصحيح بأمن وأمان، لكي يتقدم الجندي وظهره آمن، لكي يتقدم الجندي ومقدمته آمنة، لكي لا يتعرض لما تعرض له في الغيل ولا في أبت الحزم. ما حصل في الغيل أمر يعني لا يدل إلا على هشاشة أمنية كانت موجودة. يعني اللي حصل لم يحصل هجوم على الغيل، حصل طابور خامس أو خلايا أمنية كانت موجودة انطردت من داخل الغيل، أرخ الطرقات المعروفة. نعم، لكن سيادة اللواء نعم سيادة اللواء، ما يعني إذا ما سألنا ما حقيقة ازدواج القرار بين قيادة وزارة الدفاع وبين مكتب قيادة التحالف العربي، وكيف يؤثر ذلك على مجريات القيادة ومن ثم المعركة؟ أنا أعتبر هذا من شؤون الماضي وما ترتب عليها في الجو وفي معركة. الآن القيادة العسكرية تمشي في الاتجاه الصحيح. الآن وزير الدفاع هو المسؤول الأول عن كل العمليات العسكرية القادمة، وكل المراكز القيادية في هيكلية الوزارة تتبع الوزير مباشرة، وهو مسؤول عنها بتوجيهات من رئيس الجمهورية. هذا يعني تحدثنا عنه وهو كان يعني اتجاه خاطئ،
والازدواجيه خاطئه، وكانت من نتائجها السيئه السلبيه ما حصل في مأرب وما حصل في الجوف، ولا نتوقع ابدا ان يتكرر مثل هذا الحادث باذن الله يعني. لكن على مستوى العتاد سيد خسروف، على ما الذي يحتاجه الجيش؟ الجيش يحتاج سلاح وعتاد بشكل عام يعني. يحتاج سلاح، يحتاج ذخيره، يحتاج مواد غذائيه، يحتاج امدادات طبيه، يحتاج اشياء كثيره يعني. وبعدين هذه المساله طرحت بشكل صريح وواضح لقياده التحالف، نحن لا نريد ان نثقل على كاهل المملكه العربيه السعوديه والتحالف، نريد ان تعطى لنا او توفر للجيش الوطني امكانياتها اللازمه من السلاح والعتاد والمواد التموينيه والمعدات اللازمه، محسوبا على الجمهوريه اليمنيه، دينا علينا لا على بس المنع ان تتوفر وان تكون تحت السيطره المباشره لقياده الجيش الوطني اليمني، لكي لا نفاجأ بتكرار ما حدث في مأرب او في غيرها يعني. نعم، شكرا لك الخبير العسكري اللواء محسن خسروف، كنت معنا من سيئون. ننتقل إلى ضيفنا من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. سياسيا، ما الذي يحتاجه برأيك الجيش والشرعية للتقدم في مواجهة معاركه مع الحوثي؟ شوف، الذي حصل فينا كان هزيمة قاسية يعني، بغض النظر عن تداعيات الهزيمة، لكن الهزيمة أدت إلى انخفاض الروح المعنوية بشكل كبير لدى الكل، أصبح الجيش منكسر. الشيء الثاني، بعد هزيمتنا صمدت الجوف، وأنا أحييهم يعني، حقيقة صمدوا يعني، وهم أفراد قليل وقاتلوا قبليين أكثر ما قاتلوا كتنظيم أو كجيش، لكن في نهاية المطاف خسروا المعركة نتيجة قلة الأفراد. الجيش الحوثي الآن في حالة نشوة وانتصار ومعنويات مرتفعة، إضافة لأنه يمتلك العقيدة القتالية كاملة. الجيش المتقدم أو الذي ضروري من كبح جماح الحوثي، ضروري معركة سريعة ولو في أجزاء بسيطة من الجو لتعيد الثقة للمقاتلين وتعيد الثقه للقبائل. من الناحيه السياسيه ضروريه تتحرك الحكومه دبلوماسيا. انت لو تلاحظ عندما بدات جبهتنا تقدمت في 2016، الحوثي تواصل مع الامم المتحده وتم ايقاف الحرب، وكانت مفاوضات الكويت التي استمرت لعده اشهر. وعندما تقدمت القوات التي في الساحل الغربي باتجاه الحديده وشعر الحوثي بالهزيمه، لجا الى الامم المتحده يتوسل لها ايقاف المعركه. اذا في حاله عدم القدره على الهجوم يجب اللجوء الى الوضع السياسي بالغاء اتفاق بالتهديد بالغاء اتفاق ستوكهولم مقابله توقيف الهجوم عن مأرب. انا اقول في حاله الضعف هذه كل الامور وارده. في حالة أن الجيش متوفر لديها الإمكانيات البشرية لعمل هجوم مضاد وسريع باتجاه الجوف، ما فيش حاجة تمنعها الآن من القيام بهذا الهجوم، مع العلم أنه لو تأخر تحرير الحزم أسبوع فسوف يصعب تحريرها. تخيل لو أن الجيش الوطني هو الذي هاجم مدينة الجوف، ما الذي كان سوف يتخذها الحوثي؟ كان سوف يضع الخنادق الدفاعية، سوف يحفر الأنفاق، سوف يضع السواتر الترابية، سوف. لكن في هذه المرحلة سيد عبد العزيز الهداشي أشرت إلى أنها مرحلة ضعف، ألا يتحمل التحالف مسؤولية الضعف هذا والانكسارات التي حدثت وستحدث مستقبلا؟ لا، أنا بالنسبة لي لولا ضعف الشرعية لما وجد التحالف أصلا، لما دخل الحوثي صنعاء. من الذي تسبب بضعف الشرعية؟ من الذي تسبب بضعف الجيش؟ ما هو شيء تسارد جاوب، الله يرضى عليك. نعم تفضل. ضعف الشرعية هي التي أدت إلى أن التحالف، إذا إنجاز التعبير، يتنمر عليها. ما فيش واحد في الشرعية يرد على واحد في التحالف في حالة النقاش، لأن بطونهم كلهم مليان. ما اشتيش أقول في المجال هذا، أنا كنت أتكلم عسكريا. المهم، خلنا نرجع إلى معركة الجوف. المهم، إذا لم يتم استعادة الجوف خلال أسبوع إلى 10 أيام، فإنه سوف يصعب تحريرها في قادم الأيام. في نقطة أخرى، في قاعدة تقول أن المهاجم مهما كان ضعفه ينتصر، والمدافع مهما كانت قوته ينهزم. هذه قاعدة عسكرية، وطالما الجيش في حالة دفاع سواء في مأرب سوف يخترق المناطق هذه،
في شغلة أخرى وهي مهمة جدا. القبائل القريبة من مأرب إذا شعرت أن الحوثي، وأقول بعض القبائل إذا شعرت أن الحوثي هو المنتصر قد تتفاوض معه، وهذا حصل في بعض المناطق القريبة من الجو، لابد من نصر سريع، لابد من هجوم مضاد سريع. هذه قواعد الحرب وعلى الجميع احترامها. أضف إلى ذلك وهذه نقطة مهمة جدا 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 للغاية، توقف الحملات المتبادلة بين المكونات والكوكتيل المكون أو المؤيد للشرعية أو بين خصوم الحوثي، توقف على الأقل في الفترة هذه، لأن الخطر يضرب الجميع. الحوثي لو لا قدر الله لو دخل مأرب سوف يتحول إلى شبوة، وإن لم يتحول إلى شبوة سوف يتجه إلى تعز، وإن لم يتجه إلى تعز سوف يتجه إلى الساحل الغربي. الغريب في هذا كله بعد هزيمة الجو أن كل الفصائل أو القوات المقاتلة للحوثي الآن منتظر. وضحت فكرتك. نعم، وكأنها ماسكة طابور أمامه. نعم نعم، وضحت فكرتك سيد عبد العزيز الهداشي، كنت معنا من الرياض المحلل السياسي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا من برلين الناشط السياسي زيد الشريف. سيد زيد، أشار عبد العزيز الهداشي إذا لم يتم تحرير هذه المناطق خلال 10 أيام، وهو يشير إلى المناطق المحادية بصنعاء سواء كان نهم أو الجوف الآن الذي احتلت، سيتم أيضا احتلالها مرة أخرى واستعادتها، أي كأنها لم تعد من جديد. ما رأيك حول ما قال؟ أولا مساء الخير وشكرا جزيلا لكم، والتحية لأبطال الجيش الوطني أولا قبل كل شيء في هذا الحلقة ومن خلال قناة بلقيس. يا أخي العزيز، لدينا أعلام ولدينا ناشطين ولدينا صحف وقنوات للأسف تنساق وراء أعلام العدو. الآن نتكلم عن خيارات الشرعية فيما بعد الجوف ونسوق أن الحوثي حقق انتصار كبير داخل الجوف، فالحقيقة ومع احترامي الكبير للضيوف أو للمحللين العسكريين كلهم أن ما حصل في الجوف هي مسألة ساعة أو ساعتين في حال وجود قرار عسكري ودعم عسكري كافي للجيش الوطني لدخول الحزم أو غيرها. قبل أن يدخل الحوثي الحزم اليوم كان الحوثي في الحزم وخرج منها مطرود، وغدا سيخرج من الحزم، لو حتى ظل سنة أو سنتين سيخرج من الحزم ومن الغيل ومن كل مناطق الجمهورية. ما حصل في الجوف وفي نهم هي طبيعة الحروب العسكرية، والأخ المحلل العسكري يعني المفترض أنه عارف هذا الأشياء، أن هناك جيوش أعظم من جيش اليمن وجيوش أكثر تدريب من جيش اليمن وجيوش أكثر تسليح من جيش اليمن، تعرضت أحيانا لبعض الهزائم لكنها لم تنتهي. ما حصل في الجوف هو كان اختراق في منطقة الغيلو في منطقة الحزم، اضطر الجيش للانسحاب إلى الحزم. أؤكد لك أن الجيش اليوم ما زال في الحزم في الخسف وفي المسيل وفي السيل وفي مناطق كثيرة، الجيش اليوم ما زال في خب والشعف. الجيش اليوم أنت أشرت سيد زيد إلى أن هناك اختراق سبب هذه الهزائم، إلى أي مدى يمكن التفاؤل في قدرة الجيش الآن باستعادة زمام المعركة والانتقال من مربع الدفاع إلى الهجوم في ظل الاختراقات التي أشرت لها؟ وأؤكد لك أن الجيش الوطني يمتلك قدرة. أنا كنت ربما متشائم دائما، ولكن بعدما زرت الجيش الوطني في جبهاتنا والجوف السنة الماضية وجدت أبطال يعني جبال يمشون على ظهر الجبال. كيف تقنع سيد زيد، كيف يمكن أن تقنع الشارع بقدرة هذه القيادات التي تعتبر مسؤولة عن انتكاسات الجيش على تحقيق أي انتصار يذكر؟ طبعا احنا كما ذكر دائما انه انتكاسات الجيش الوطني لم تاتي ابدا من قوه الحوثي، ولا الحوثي يمتلك القوه القادره على ان يتقدم حتى في مترس او في تبه واحده. ما يحصل هو بسبب اشكاليات او تراكمات داخل الجيش الوطني، لا احب ان ادخل فيها وفي تفاصيلها لان هذه تخص العسكريين والقاده العسكريين والضباط والجنود الميدانيين لهم الحق فقط في مناقشه مثل هذه الامور. نحن اما ان نقف مع الجيش الوطني بما نستطيع او نترك هذه الامور لهم، لانه ليس من المنطق ان ندخل في بعض التفاصيل حتى لو نعرف. انا اعرف بعض التفاصيل التي ربما ساهمت في ما يحصل اليوم، لكن هذا ليس من شاني وليس ولا استطيع ان اعالج هذا الامور. انا هنالك عسكريين هنالك، لكن انت سيد زيد اشرت الى انك متفائل. سواء انت اشرت انك متفائل نعم، لكن البعض يرى ان القيادات العليا في الدوله
هي سبب الفساد وهي سبب الهزيمة، لماذا على الناس إذن الاقتناع أن أدوات الهزيمة الذين هم يمكن أن يحققوا نصرا ما؟ طبعا هنالك أدوات هزيمة لا نختلف أخي الكريم، ولكن هذا لا يعني أن كل قيادة الجيش الوطني وكل قيادة الدولة أصبحت أدوات هزيمة. هنالك قادة ميدانيين لا نعرفهم، هنالك قادة عسكريين كبار يتقدمون الصفوف، هنالك أبطال يضحون يناضلون، هنالك قادة قدموا أغلى ما يملكون، هو أبنائهم قدموا فلذة أكبادهم. عندما نتكلم عن محافظ الجوف هو قائد المحور العسكري للجوف، نتكلم عن محافظ الرئيس المجلس المحلي للمحافظة، نتكلم عن عضو مجلس النواب في المحافظة، هذه قيادة الشرعية وقيادة الجيش المتواجدة بين أبناء الجيش. لذلك هنالك اختلالات في بعض المراكز في الجيش الوطني سيتم معالجتها. ما حصل أعتقد وقد رأينا جميعا الاجتماعات المتتالية لقيادة الجيش الوطني أدركوا جميعا أن هنالك اختلالات حصلت، يسعون الآن لمعالجتها. الجيش أعاد ترتيب صفوفه في أطراف الحل. اليوم الحوثيين حاولوا أن يهجموا على منطقة ورجعوا أكثر وهربوا اليوم من اتجاه الجر، وسيجرون أذيال الهزيمة في الجوف. وأنا أؤكد لك وبإذن الله عندما يفرون من الجوف في الأيام القادمة سأكون معكم على قناة بلقيس ونعلم فرارهم، لأن هؤلاء لا يمكن لهم ولا يمكن إن شاء الله إن شاء الله بطبيعة الحال سيد زيد. نعم. أن تكون يمني ولا يمكن لصنعاء إلا أن تكون يمنية. نعم بطبيعة الحال الجميع يتحمل المسؤولية سيد زيد. وأطمن المشاهد الكريم. نعم الجميع يتحمل المسؤولية سيد زيد، شكرا جزيلا لك. كنت معنا من برلين الناشط السياسي زيد الشليف، وأيضا كان معنا من سيئون الخبر العسكري اللواء محسن خصروف، وأيضا من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. وأيضا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء.